مش تفتحي؟ معلش احنا اسفين. يلا لو سمحت هي تقرب لك ايه؟ دي مراتي وحالتها النفسية بس تعبانة شوية. لا ده كداب, ده معذبني بقاله يومين, ده خطفني. دي كدابة, دي مجنونة. مجنونة لا. طبعا مثلا الكاميرا دي بتصورك تمام, ودي لو ما طلعتش مراتك وانت عامل فيها كده انا ممكن احبسك. بقولك مجنونة, بصي انا هسيبها لك بس انا هطلبك فاتت الطاعة. ده كداب. طب ما تزعليش, طيب حقك عليا, اهدي فكيني. شكرا.